خاطر وأعرف رف بالفضام وأهرب من الدنيا الفضام. أنهار غريب من مدينة حيفا، بنرحب فيكي في نيو ستار المرحلة الثانية. يسلموا كتير، أهلا وسهلا. أنهار، شو المختلف ما بين المرة الأولى والثانية من ناحية إحساسك؟ كيف توصفي لنا إياه؟ يمكن إسا صار عندي ثقة أكثر شوي بنفسي، مع أنه في أصوات كتير حلوة، منافسة كتير شديدة، بس أنه ثقتي عالية بنفسي. بس شو رح تقدمينا اليوم؟ أي أغنية؟ أقدم أغنية لولا الملامة للست وردة الجزائرية، وبتمنى أنه أعجبكم. أنهار غريب. أنهار أجتنا من حيفا وعمرها 25 سنة. رح نسمع من أنهار لولا الملامة. تفضلي أنهار. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي الملامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة. وقطر وعرفرف بالفضام واهرب من الدنيا الفضا. وكفاية عمري، كفاية عمر اللي انقضى، وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة. واهل الملامة سألوني كتير، سألوني كتير، سألوني سألوني عليك. بتحبيه؟ أيوة أيوة. وحنكر ليه ليه؟ بصولي ملام وقالولي كلام جراح، فرشولي الأرض، فرشولي الأرض دموع والشمس جراح. بصولي ملام وقالولي كلام جراح، فرشولي الأرض، فرشولي الأرض دموع والشمس جراح. كل ده كله عشان حبيت، ولا عشان قلت أنا حبيت؟ كل ده كله عشان حبيت، ولا عشان قلت أنا حبيت؟ لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة. وأطر وأرفرف بالفضام وأهرب من الدنيا الفضا. وكفاية عمري، كفاية عمر اللي انقضى، وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة. واهل الملامة يعطيك العافية. الله يعافيك. لولا الملامة أنهار غريب. شو رأي لجنتنا، لجنة التحكيم، أستاذ محمد هالمرة معك البداية. يعطيك العافية يا أنهار. الله يعافيك. صوتك مخنوق والخنقة كمان مأثرة بنظري على اللحن، لأنه هاي الأغنية بالتحديد تغنى، إذا أنا مش غلطان أستاذ غاوي، بشوية أعلى، شوي تون أعلى بعتقد. ولذلك لا، بالنسبة لي أنا ما مرقتيش. دكتور غاوي، يعطيك العافية بشكل عام يعني. الله، بس لولا الملامة كنت بعلق أكثر من هيك. شكرا. مدام أمل. نهار، يعطيك العافية. الله عافيك. الأوتار وانت تغني ما راحوش للمكان السليم في الغناء، فقط بمواقع معينة بالأغنية. أنا بالذات هاي الأغنية زبطتيها، يعني عجبني كيف عملتيها، لكن الصوت ما وصلنيش كيف لازم. كيف قال محمد، في مخنوق شوي، بس يمكن الأوتار مجهدة متعبة، مفروض يكون أحسن شوي، يعني على القليلة أحسن شوي كتير. هي كانت آراء اللجنة فيك أنهار، وأجل الوقت أنه نشوف علامات اللجنة لإلك. أستاذ محمد، شو منعطي أنهار علامة من 15؟ إذن من 15 علامة أنهار 7 من 15. دكتور غاوي، شو منعطيها لأنهار؟
8 من 15، فإذا المجموع 15 ومدام أمل 10، 25 من 45. هي كانت علامتك من أعضاء لجنة التحكيم أنهار. الإمكانية موجودة قدامك لتحسين هاي العلامة من خلال توجهك للجمهور اللي راح إن شاء الله يصوت لك ويحسن العلامة لأنه نسبته 55%. أنهار، بتمنى أشوفك في مراحل متقدمة أكثر. شكرا لإلك. شكرا أنهار. موفقة. شكرا باي. شكرا. لو غمض ويا فتح، لو غمض ويا فتح ولا يسري. أبو ربيع من مدينة الناصرة، برحب فيك في نيو ستار. أهلا فيك ولجميع المشاهدين. طبعا قلت إنك أنت بتكتب أغاني، فكيف هذا المشروع، من وين تبلش؟ هذا مشروع صار له 6 سنين تقريبا، وبتمنى يعني أضلنا أكتب وأعطي كلمات لمغنين اللي يغنوهن ويكون باسمي. طبعا احنا يسري بنتمنى لك كل النجاح وتقنع لجنة التحكيم بصوتك وانطوك علامات عالية ان شاء الله. مشتركنا من الناصرة 24 سنة عمره واسمه يسري ابو ربيع، رح نسمع من يسري اغنية يا حبيبي يا غاليين. تفضل يسري. يا حبيبي يا غايبين وحشني يا غاليين، يا حبيبي يا غايبين وحشني يا غاليين. لو غمض وافتح، لو غمض وافتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عندنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عندنا. يا حبايبي أيامي فداكم من ثاني الفرح لو انساكم، يا حبايبي أيامي فداكم من ثاني الفرح لو انساكم. والله 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 وكمان والله 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 وكمان والله، ده أنا صبح وليل، أنا صبح وليل، أنا صبح وليل، أنا صبح وليل بستناكم. وبنسمع آراء اللجنة وبنبدأ مع دكتور غاوي. يسري يعطيك العافية، مفروض تاخذ بعين الاعتبار أنه أيضا الجسم يجب أن يتناغم مع النغم، وأنت كان في عندك وقفة صنمية في الغناء وكأنه يعني تتحلف لحد وأنت واقف هيك، وهذا لا يتناسب مع الغناء بشكل عام. طبيعي هذه ملاحظة، بسهولة من يقدر الواحد يتجاوز هذه المشاكل. مهم تنتبه لهذه الأشياء لأنه الجسم له رونقه في التفاعل مع النغم. ناهيك عن انه القفله كلياتها كانت خطا، يعني حتى مش بالنغم تبعت المقام تبعها. هذا هو التعليق. مدام امل، شو رايك بيسري؟ يسري يعطيك العافيه، بالفعل ملفت للنظر حضورك، وقفتك كانت سيئه كثير، يعني بتتناسبش مع الاغنيه ولا مع انسان بده يفرح الناس، ما كان في تناسب بين وقفتك وادائك. في عندي مشكله مع الرجفه الموجوده في صوتك، كانه فيك شيء طير حلو قاعد جوا على الوتر بضله يهز في النغمات الطويله. لما بديت تطلع على الطبقات العاليه انفتح الصوت افضل. يعني انت واضح انك بتحب شو عم تعمل، واضح انك بتحب الغناء، لكن في مجال تشتغل على صوتك وادائك وعلى تحرر جسمك اكثر. يعطيك العافيه. اكيد. واستاذ محمد، شو رايك بيسري؟ يعني مش بعيد عن زملائي للاسف. اول شيء يعطيك العافيه على وجودك معنا، ولكن لا، انت كنت بعيد عن اللحن ووقفتك مش كتير همتني، ولا كنت خايف منك، انا كنت عم تتحلف لي زي ما قال غاوي، بس انت كنت بعيد عن اللحن. واجى الوقت انه نشوف ونشاهد العلامات. دكتور غاوي، شو علامتك من 15 ليسري؟ انا بعطيه 9 ليسري. 9 من 15. مدام أمل؟ أنا بعطيه 10. 10 من 15، فإذا المجموع 19. وأستاذ محمد؟ بعطيه
7 والمجموع 26 من 45. هذا كان رأي اللجنة فيك، وهي كانت العلامات اللي منحتك إياها اللجنة، الإمكانية توفر قدامك إنك تحسن هالعلامة من خلال توجهك للجمهور. شكرا يسري، وإن شاء الله نشوفك مراحل متقدمة. يعطيك العافية.